Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد من قناة أحمد جيمنج على اليوتيوب. النهاردة هنشرح إزاي. هنشرح كل التفاصيل اللي نازلة في التحديث بتاع بكرة. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا. وهنا هينزل تلات يونيفورمات جديدة، هيكون لكورفوس جولايف وبروكسيما وكالوبسيديان وسوبر جاينت. دول اللي هينزلوا بتاع بكرة. واللي هينزل في نص الشهر هيكون لبس الإيبوني ماو، وطبعا هيكون تيرسيري أكيد، يعني لأن ممكن ما ينزلش أويكن. وتلات شخصيات هينزلوا أويكن، وهم شخصية سوبر جاينت وكورفوس جليف وكال اوبسيديان، والشخصية الترسية هتكون بروكسيما. طبعا في زيم واحد جديد اللي هو بتاع بروكس سوبر جاينت، هيكون 8,950 وهيكون عليه تخفيض 40% ب 1050. طبعا عندها خمسة في التفاصيل اليونيفورم، عندها 25% اجنور ديفنس يعني اختراق دفاع، وعندها حلو طبعا، وعندها اجنور تارجت دوج ريت بنسبة 25%، دي حلوة الضمنال يعني مش. وهنا الباسيف بتاعتها عندها جراندس 75% اجنور تارجتنج، مش فاهمها برضه، فلو فاهمينها ممكن تكتبها لي تحت في التعليقات. وهنا التير 2 باسيف عندها انكريز هتزود كل المقاومات بنسبة 33%، وهنا increase graduated dodge rate بنسبة 33%. طبعا دي مش هتزود تقريبا في التفاصيل، يعني دي مش هتزود في التفاصيل بتاعة الدوج. وهنا تقلل كل الضرر اللي هيجيلها بنسبة 33%. طبعا سكيل واحد فيها الصن لمدة ثانيتين، وماين دامج بنسبة 40%، وفي انرجي اتاك اتنشن 274 دامج، وطبعا كل دون بتاعها 7 ثواني. والسكيل 2 عندها استنى برضو 8 ثانيتين، هو مايند دامج 50% وفي انرجي اتاك وهيضيف 219 مايند دامج. شايف الاثنين واحد دول مش السكيلات اللي انت تستخدمها، يعني انت ممكن تستخدمهم عشان الروتيشن. وهنا عندك سكيل 3 عندها مايند كنترول لمدة 5 ثواني، ده حلو جدا. وهنا الدامج ريفايد انكريز تقريبا بتزود الدمج المتلقى بنسبة 30% لمدة 5 ثواني، وهتزود الدمج لمدة 75%، هتزود دمج 75% لأتاك واحد يعني لفور وان أتاك لمدة 4 ثواني، وهتحط دمج 100% في انرجي أتاك. تمام. وهنا عندها بارالايز، طبعا هتلغي في موسم البارالايز سوبر جنت هتلغي، وعندها تقليل 15% في اول ديفنس، يعني هتنزل ديجريز اول ديفنس اللي هي بتاعت انخفاض الدفاع، عندها 50%. وهنا انكريز سكيل دامج باي 50% عند انكريز بونس دامج باي 50%، وماين دامج 150% في انرجي اتاك. وعندها سكيل 5 عندها تلغي طبعا في موسم السايلنس، كده هتلغي موسمين البارالايز والسايلنس. عندها 15% ريكفر اف ماكس اتش بي، وهنا انكريز اول اتاك اند اول ديفنس 40% اند اول سبيد 35%، وعندها طبعا زياده كريتيكال ريت بنسبه 40% طبعا تقريبا لمده 6 ثواني، والكول داون 13، يعني ممكن السكيل هتبقى 7 ثواني، 7 ثواني وفي ثانيه الدمج هيبقى فيها ضعيف شويه. واليونيفورم الثاني هيكون لكورفوس كليف، عنده 20% انكريز اوف فيزيكال اتاك، دي لنفسه طبعا مش نعم، وهيزود الدمج للسوبر هيرو اللي هم الابطال الخارقين بنسبه 30%. وعنده التير 2 باسيف، يعني الباسيف بتاع التير 2 هيزود الجراند ويتد دوج ريت بنسبه 25% والكريت ريت بنسبه 25%،
وهتزود سكيل دامج باي 25%، انكريز بونس دامج باي 15%. عندها سكيل واحد، عنده سكيل واحد ستان لمدة ثانية وفيزيكال دامج 25%. شايف ملهمش اي لازمة السكيل واحد واتنين دول، عادي يعني تستخدمهم عشان الروتيشن وخلاص. وهنا بليز 30% بليد دامج افري، طبعا تقريبا هيلغي في الاكتف 3 اللي هي السكيل 3، هيلغي في موسم البارالايز. طبعا الشخصية دي سبيد سوبر فيلن، يعني سرعة شرير خارق. طبعا لما تنزل الشخصية مو هنشوف هتقدم ايه، مش عارف الشخصية. وهنا سكيل 4 عندها ستان لمدة ثانيتين وسوبر ارمور ديفنس 5% لمدة 5 ثواني وانكريز دامج، عنده زيادة ضرر 70% للاتاك واحد بس. وعنده سكيل 5 انفيزبل 6 ثواني وهيزود 55% انكريز فوق الاتاك. وفيزيكال دامج هيضيف فيزيكال دامج بنسبة 140% كويس. عندنا بعد كده بروكسيما طبعا هتبقى التير 3 بتاع التحديث، كوني سوبر فيلن، يونيفرس سوبر فيلن. طبعا الشخصية دي دعم من للأشرار، الشخصية دعم للأشرار، هتزود الضرر للأبطال بنسبة 40% وتزود الضرر للأشرار بنسبة 35%. طبعا كويسة جدا لو هتحطها دعم في الزمنية او هتحطها دعم الجنرال، بس طبعا هيكون للأشرار بس مش للأبطال. دارك طبعا دي الليدر بتاعتها، هتزود اجنور تارجت جيت دوج بنسبة 45% وهتزود طبعا هنا القيادة بتاعتها لكل الأبطال الموجودين في اللعبة، يعني شرير أو بطل. هتزود الاجنور تارجت دوج بنسبة 45% وكريتيكال دامج بنسبة 30%. الاجنور تارجت دوج حلوة الضمنان عشان تقدر تخترق المراوغة بتاعته. الباسيف واحد، الباسيف هنا هتعمل 40% ريكفري اوف ماكس اتش بي، وعندها انفيزابل 5 ثواني والكول داون بتاعها 90 ثانية، طويلة جدا يعني 40% ريكفري اوف ماكس اتش بي لمدة ثانية واحدة. وهنا التير 2 باسيف عندها 55% مش فاهم برضو، وعندها انكريز سكيل دامج باي 30% اند انكريز بونس دامج باي 30%. وهنا السكيل واحد، طبعا سكيل واحد واتنين تقريبا مش لهم لازمة قوي، غير مثلا ممكن يلغوا صيحة او اي حاجة. يعني مثلا عندها سكيل اتنين هتلغي في موسم السايلنس في السكور طبعا. وهنا عندها دي تتخطى واحد واتنين طبعا ندخل على تلاتة، عندها 5% decrease all defense، عندها بتخفض الدفاعات بنسبة تقريبا، لا مش بتخفض الدفاعات دي، تقريبا في غلط هنا في السكيلة دي، لسه بكرة هنشوف. increase graduated dodge rate 30% و increase graduated crit rate dodge rate 30% و crit rate 30%، مش بيزودوا في التفاصيل يعني السكيل مش بتزود حاجة في التفاصيل. وهنا عندها ستان 3 ثواني في سكيل 4، دي هتقدر طبعا في موسم البارالايز، وهتزود اول اتاك اند اول ديفنس بنسبة 60% واول سبيد بنسبة 1% وكريت ريت بنسبة 30%. وهنا الكول داون بتاعها 7 ثواني والسكيل هتقعد 8 ثواني عشان تفتح لك تاني، ففي ثانية الدمج هيكون ضعيف فيها شوية. عندها الاكتف 5 عنده 30% decrease all attack، بيقلل كل الهجوم اللي جاي عليه العدو، يعني هيقلل هجوم العدو اللي جاي عليه بنسبة 30% لما تستخدم active 5 اللي هي السكيل 5. عندها 10% recovery of max HP و invisible 3 ثواني و increase all attack and all defense 6 ثواني and all speed 1 ثانية. طبعا عندنا سكيل 4 لازم تفضل اهو كاتبين ايه، تابنج اند هولدنج ذا سكيل ايكون والتشارج سكيل، يعني لازم تفضل دايس على سكيل 4. فممكن ترتيب الضربات هيكون كالاتي، 5 لحد ما تعمل الدايرة اللي هتعملها، 3 تطلع الاسهم وتفضل دايس على 4، فده ممكن يكون ترتيب الضربات الصح بتاعها.
هنا بلاك دورف هيكون كومبات سوبر فيلن، يعني لو مش معاك نامور او اباكليبوس ممكن ترفع الشخصية دي. وهنا الخصائص اللي هتبقى في اليونيفورم، عنده 20 انكريز اوف ويل اتاك اوف اتش بي، هيعمل 20% انكريز اوف اتش بي، وعنده ريفلكت 100% فيزيكال دامج، هيعمل ريفلكت بنسبة 100% للدم للفيزيكال دامج. يعني مثلا شخصية زي هالك لو جت تضرب الشخصية دي فيها يرد لها 100% من الفيزيكال دامج، وطبعا تقريبا بتصل اب تو ماكس 150، يعني من 100% ل 150. بدور في شارج اللي هي الباسيف بلاك اوردر الايز، طبعا للبلاك اوردر بس، هيقلل الدمج اللي بيترد لهم بنسبة 60%. يبقى عندهم فعالية رد عندهم، يعني يعملوا ريفلكت للفيزيكال اللي جاي عليهم، وإيمينيتي تو ستان افكت وجارد بريك إيمينيتي. عندهم هيبقى عندهم مناعة كسر دفاع للبلاك اوردر، مناعة كسر دفاع. وهنا التير 2 باسيف هيعمل 7% انكريز اوف ماكس اتش بي، انكريز سكيل دامج باي 35% اند انكريز بونس دامج باي 25%. وعنده الاكتف 1 اللي هي سكيل واحد، عنده ستان لمدة ثانيتين للأعداء طبعا، وفيزيكال دامج 95% وفيزيكال اتاك. سكيل 3 انكريز اوف اول اتاك اند اول ديفنس 35% اند اول سبيد 8% اند كريت ريت 35%، وهيكون الكول داون بتاعهم 9 ثواني تقريبا. السكيل هتكون الكول داون بتاعها 10 ثواني. وسكيل 4 عندها ستان لمدة، عنده ستان لمدة ثانيتين، و25% ديكريز اول ديفنس، طبعا عنده 50% تخفيض كل الدفاعات بنسبة 50%، و25% انكريز اوف ماكس اتش بي لمدة 7 ثواني، 35% انكريز اوف اول اتاك 7 ثواني. عنده ستان وويند، عنده ستان لمدة 4 ثواني وويند لمدة ثانية. وهنا هيلغي في البارالايز اجنور اميونيتي واجنور تارجت دوج بنسبة 40%، لو كان زودها 100% كانت تنفع قدام في الديسباتش ميشن اللي هي المهمة اللي نزل لسه نازلة جديدة. وعنده اميونيتي اول دامج. السكيل دي طبعا كويسة مش وحشة، بس طبعا مش لسه ما تنزل الفورم ده ونشوفه في ارض الواقع هيعمل ايه. طبعا الشخصيات دي تقدر، 6 شخصيات دول تقدر ترفعهم للليفل 70، ودي التير 3 عندها ستان لمدة 3 ثواني وريموفل باف تارجت 4 ثواني، وتقلل كل الدفاعات بنسبة 40-70% و30% انكريز اوف ماكس اتش بي ريكفري اوف ماكس اتش بي، يعني هتراجع 30% من الاتش بي بتاعها. واجنور تارجت دوج بنسبة 70%، وانفيزبل 9 ثواني وريموفل ديباف 5 ثواني. طبعا انا شايف ان التير 3 بتاعها جامد جدا، و6% انكريز اوف الاتاك. طبعا اكيد الشخصية باين عليها ان هي جامدة، يعني باين ان الشخصية جامدة، يعني ان شاء الله تكون جامدة. تم اضافة الصحوة هنا، ودي سكيل 6 بتاع الاويكن بتاعت كورفوس جليف وسوبر جاينت وبلاك دور، كلهم هيكون نفس الخصائص. واستنى 4 ثواني، عنده مايند كنترول 3 ثانيتين، و دامج ريفايف انكريز 5%، و5% يقلل بنسبة، هيقلل كل الدفاعات بنسبة 65%، ممكن بقيادة فودو كمل 40% تزود بالنسبة دي 100%، ويقدر يعمل وان شوت. هيزود الكريت ريت بنسبة 35% والكريت دامج بنسبة 35%، والاجنور تارجت دوج بنسبة 70%، وريموف والديباف 8 ثواني، وانفوزابل 8 ثواني، و5% انكريز اول اتاك. وهنا انكريز اول اتاك 25% اند اول ديفنس 25%، وفيزيكال طبعا شايف ان السكيلة دي جامدة. سكيلة طبعا كلهم نفس الشيء، كلهم طبعا نفس الشيء، كلهم نفس السكيلة يعني. طبعا دي بقى تقريبا وضع جديد، هما حذفوا الشيلد
شيلد لاب وحطوا بداله الكرافت ده، يا رب يكون حلو. انا شايف طبعا عندك تقدر تعمل المواد دي بتدفع. طبعا انا شايف ان المواد كتيرة قوي، يعني مثلا تعمل تاخد تدفع 15 عشان تعمل 5، شايف ان هي متستاهلش قوي. فلسه اما تنزل هنشوفها. تم اضافة طبعا هنا ضافولك الهيومن والإليان وميوتنت وانهيومن والنوع الاخر والحاجات دي اللي هتفيدك في الديسباتش عشان تقفل 15. يمكنك الحصول على خبرة ارسال اضافية بناء على درجة نمو البطل الخاص بالارسال بناء على درجة نمو كل قطاع اكس بي سيزداد مقدار بنسبة بسبب اضافة خبرة ارسال ومكافأة تم تحديث. طبعا تقريبا كل ما تحط بطل هتاخد بونص ديسباتش اكس بي، مش فاهمها برضه. يمكنك سحب شخصية مهمة ارسال مجهزة ونقلها الى خانات اخرى. حلو اوي التحسين ده، تعديل ده يعني. ضافوا وورلد بوس التيميت لسوبر جاينت، مش عارف بقى ضايفين دي اورو دي ليه. يعني الاورا الاولانية اللي كانت موجودة كانت انرجي اتاك، انرجي اتاك وكانت احسن من دي. دي انرجي اتاك فيزيكال اتاك، مش هم هتفيد شخصيات زي سانوس، هاي الشخصيات اللي هي بتضرب هجوم طاقة هجوم فيزيائي. عندك دلوقتي هتقدر تاخد اكس بي من مهمة الستوري في الوضع النورمال، يعني الاول ما كنتش تقدر تاخد نقطة الاكس بي، دلوقتي هتقدر تاخد اكس بي من الستوري في الوضع النورمال زي كده. طبعا هنا بقى وده الاهم، انك تقدر تختار بطل ترفعه تير 2 وتقدر تشتري اللبس بتاعه بتخفيض 50%. طبعا هتعمل مهمات وتخلص المهمة وبعدها تاخد مثلا انا اخترت لوكي، فلوكي لو نزل له لو اليونيفورم عليه تخفيض 40%، فانت لو اخترت البطل ده عشان ترفعه تير 2 فهتاخد تخفيض على اللبس بتاعه بنسبة 50%، يعني بدل ما قال هيكون 1050 هيكون 875. ودي طبعا الشخصيات اللي هتكون موجودة. طبعا انا شايف اضافة كويسة جدا للناس اللي لسه بدأ جديد، وخصوصا هنا في جوست رايدر. طبعا هقول لكم اهم الشخصيات اللي موجودة هنا. فينوم طبعا كويس، هالك كويس، لوكي كويس، ثور كويس، جوست رايدر، فيجن، دير ديفل كويس، زمانية كويس جدا. ودي اليونيفورمات بتاعتهم اللي هتكون نزل عليها التخفيض بنسبة 50%. طبعا انا شايف ان التحديث ده بالنسبة للمهمة دي شايفها كويسة جدا للناس اللي لسه بدأ جديد. يعني انت مثلا ممكن تختار جوست رايدر كويس جدا بالغضب، وهنا طبعا للناس اللي بتشحن. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for